يقال في المشرق العربي أن المغرب برازيل العرب وأفريقيا، مقولة لم تأتي من فراغ، فأجيال ذهبية بصمت تاريخ الكرة العربية والأفريقية بإنجازات لا تنسى. واليوم ونحن نستشرف مستقبل الكرة الوطنية، نقف وقفة المتأمل بواقع المدارس أو المدارس الخاصة بالتكوين الرياضي والتي فشلت منذ عقود خلت في إيجاد الخلف لخير سلف. فأين يكمن الخلل؟ هل في غياب المواهب أم في ضعف الإمكانيات أم في تخلف العقليات وغياب الأطر المؤهلة؟ أسئلة سنحاول الإجابة عليها عبر ملف الأسبوع الذي يسلط الضوء على مدرسة الوداد البيضاوي كنموذج، وتفاصيل في ريبورتاج وحيد النيش ومنير بن حسين. خلف هذه الأسوار عمل جبار يبدأ بانتقاء المواهب وينتهي بإعداد جيل يعد بغد كروي مشرق. نحن في أقدم مدرسة كروية مغربية، مدرسة الوداد البيضاوي التي أنشئت عام 1980 على يد عبد الرزاق مكوار وبعض من رفاقه الأوفياء في القلعة الحمراء. مدرسة أنجبت أسماء لامعة خطت تاريخ الوداد الذهبي كرشيد الداودي والحسن أبرامي وحسن ناظر ويونس منقاري، والقائمة تطول. سلف يبحث له عن خلف هنا عبر تكوين احترافي يقدمه نجوم برزوا بالأمس كلاعبين في القلعة الحمراء، واليوم يلعبون دور المؤطر الذي لا يبخل على مواهب شابة تبحث عن موطئ قدم في عالم الساحرة المستديرة. العمل هنا يبدأ يوم الاثنين، وكل طفل يخضع لحصتين تدريبيتين في الأسبوع بناء على برنامجه الدراسي. كنبغي نتكلم على جوج ديال المسائل المهمة. أولا الحالة ديال الملعب، لأن الناس المسؤولين بإذن الله تعهدوا على أن غادي يكون ملعب فيه العشب الصناعي، وهم في طريق يعني التعاقد مع إحدى الشركات اللي غادي يمكن لها تشرع في إصلاح الملعب. ثانيا كما شفتوا الوليدات ديالنا كل يعني بالنسبة للملابس ديالهم، الوداد تعاقدوا مع إحدى الشركات الكبيرة اللي هي اللي أخرت عنا الملابس، هذا علاش الوليدات ما عندهمش واحد اللباس موحد. بالنسبة لأوقات المدرسة عندنا احنا كنشتغلوا طيلة الأسبوع من الاثنين حتى اليوم السبت، من يوم الاثنين إلى يوم السبت. كل وليد عنده الحق في جوج ديال الحصص في الأسبوع على حساب البرنامج الدراسي دياله. منذ المجيء ديال الوداد وأنا دائما مع الوليدات الصغيرين، اللي الواجب ديالنا هو أننا نردوا الرجيلات ديالهم عائلهم والكرة، كما قالوا لنا الناس اللي قدم منا، وكما درنا دي ستاج اون فرانس تيقول لك فاميلاريزي لو بي افيك لو بالون ديال الوليدات، وكنحاولوا معهم وكنعشقوهم لكرة القدم والوداد، وكنصحوهم على الدراسة ديالهم باش ماشي يديوها غير في الكرة، القراية هي الأولى. رغم كل المعيقات التي تقف في وجه القائمين على هذا القطب الرياضي والتي تتعلق بالإمكانيات المادية والبنى التحتية، إلا أن المدرسة تستقبل العشرات من الأطفال المتيمين بحب الوداد، حيث يفتح باب التسجيل في شهر سبتمبر، ومن يثبت أحقيته بحمل قميص الوداد يكمل برنامجه التكويني في الفئات العمرية الخاصة بالنادي، حيث يعتمد مدير المدرسة الدولي المغربي السابق عبد المجيد سحيتة على التنسيق مع الأطر العاملة في القلعة الحمراء لتشكل المدرسة رافداً هاماً للفريق. كاين واحد التنسيق كبير ما بين المؤطرين، ما بين الناس المسؤولين، يعني كنشتغلوا في نفس العمل، نفس الطريقة، نفس العمل. عندنا واحد البرنامج مخصص كنشتغلوا عليه الكل هنا ولا في مدرسة محمد بن جلون، ودائما احنا قبل من اي
حصه تمرينيه كنجتمع مع المؤطرين ديالي وكنزودهم بالمعلومات وبالخبره المتواضعه ديالي. عندنا هنا مؤطرين والحمد لله هذا هو الامتياز ديال اللي كتميز به مدرسه الوداد، وهي الاطر اللي كتشتغل في الوداد كلها لاعبين قدماء ديال فريق الوداد. الأطفال هنا وبمختلف أعمارهم تربوا على عشق الوداد وينظرون إلى نجوم الفريق كقدوة، فلكل واحد من هؤلاء حلم يتمنى تحقيقه انطلاقاً من هذه المدرسة، أما ذويهم فيشكلون خير سند لهم فيما يطمحون إليه. في الحقيقة أنا ما ساعدتوش في الأول، كنت اكتشفت الميول ديالو للكرة وكان كيهضر لي على الأندية الأوروبية. واحد النهار جا عندي قال لي وبابا واش هنا في المغرب ما كاينش أندية؟ قلت له ولدي كاين، عارف ديال الوداد وديال الرجاء وفرق واحدة أخرى، ولكن هنا في الدار البيضاء عارف جوج. قال لي بابا ندخل الوداد، أنا عزيز عليا الوداد. جيت هنايا جيت لعندهم قلت راه واقيلا مازال صغير ما يقبلوش. جيت هضرت مع المدير ديال المدرسة ديال هنايا. الحقيقة داكشي زعما كاين شنو اكتشفت، زعما كاين كيفاش كيعلموهم، كيفاش كيأطروهم، كيعلموهم حتى الآداب والأخلاق. والنقطة المهمة اللي كانوا كيحرصوا عليها هي الكرة والنتائج المدرسية. المدرسة زوينة، دابا الدري عزيز عليه الكرة أصلا وخصوصا الوداد، وجبناه هنايا حيت قالوا لنا زوين مزيان، زوينة المدرسة، كتلقاهم الدروس مزيان ومزيانة. في الوداد كان جابني ابي حيت هو ودادي، وحيت كنت كنجيب نقط مزيانه في المدرسه، داكشي اللي جابني الوداد، وهذا هو ثالث عام عندي. وكنبغي اللاعب سكوم. كنت تعلم كوره، تعلموا لنا الدريب الكونترول الباس، تعلموا لنا نضربوا بلا طيط، تعلموا لنا سلالوم والتير. كنبغي القلعه الحمراء، وكتعجبني لاعب الكره واللاعب المفضل ديالي هو نادر، والمدرب هو الزاكي. الوداد بالأمس القريب كانت الأحياء تنجب النجوم وتغذي الأندية والمنتخبات الوطنية، والأمثلة الحية في الكرة المغربية لا حصر لها. واليوم وبعد عقود من إنشاء مدارس خاصة بالتكوين الرياضي غاب هؤلاء النجوم، وفشلت المراكز الرياضية في تقديم الخلف لخير سلف إلا ما ندر، فأقطاب الكرة الوطنية كالرجاء والوداد والجيش الملكي عجزت في السنوات الأخيرة عن تقديم أسماء لامعة، بل أكثر من ذلك أصبحت بعض الأندية تعاني من هجرة نجومها الشابة صوب الخليج العربي كما حدث مع شبان الرجاء. أما ما تبقى من أندية فضربت عرض الحائط دفتر التحملات الخاص بالبطولة الاحترافية، والذي ينص على إنشاء مراكز خاصة بالتكوين الرياضي، ما يعني أننا سنبقى في انتظار استثناءات تبرز هنا أو هناك، أما القاعدة فغائبة ولو إلى حين. سي فؤاد الصحابي، بكل تجرد بكل صراحة، هل نحن الآن أمام أزمة تكوين أم أزمة مواهب أم أزمة أطر أم أزمة غياب سياسة رياضية واضحة في المغرب؟ أمام كل هذا أو كله مجموح؟ أمام كل هذا، لأن نعطيك مثال، الوداد الكثير ما كيعرفش على أن لكي لا يعني وكأننا يعني نقذف الوداد بالحجارة، أو هي مدرسة الوداد كنموذج سنفصل، أخذنا كيف يتم التسيير والعمل فيها. لدينا بعد ذلك تقرير حول الأكاديمية محمد سادس لكرة القدم، سنشاهد مشهد آخر في دورات أخرى، نشوف مراكز أخرى، وسنشاهد مراكز أخرى. تحدثنا عن مدرسة الرجاء حين هاجر عدد كبير من شبان الرجاء، وتناولنا المشكلة ورأينا كيف يتم التكوين هناك. في بطولتنا هذا الموسم استضفنا حرمة الله، وتحدث أيضا عن التكوين واستراتيجية اختيار وانتقاء المواهب، ولكن بشكل عام تفضل. اليوم كاين نموذج الوداد. نعم. الكاس الافريقي الواحد اللي جا المغرب كانوا فيها ثلاث وداديين، كان العربي احرضان عميد، وكان ابو علي السي احمد ابو علي اللي سجل الهدف اللي خلانا باش نبقاو تما باش ندوزوا للفينال. نعم. وكان مجاهد المكلف بالامتعه. اليوم الوداد اللي عطات الزاكي وعطات النيبت وعطات بودرباله وعطات لعابه اخرين كبار، اليوم اصبحت عاجزه على انها تعطي لاعبين. لماذا؟ لان اولا شنو ارضيه الملعب كي كاينه؟ ها وحده.
نعم. شنا ثاني ان اللاعب ما كيصبروش عليه في الوداد، برزوق لعب ضد التوارقه في القسم الاول، دار ميطة ضعيفة، هذيك اخر ميطة غيبان فيها، مشى كمل التكوين ديالو في المسيرة لسنتين، داز الماس فين هو برزوق اليوم، عدوى نفس العملية، فوزي عبد الغني من يدخل نفس العملية، خاص المسيرين والمدربين والجمهور يصبروا على اللاعبين اللي بادين ويعطيهم الوقت باش يتكونوا في الانديه ديالهم، وخاص تكون ان كوطا في 28 لاعب ضروري يكونوا اربعه مثلا لهاد الوداد، ويكونوا واحد اربعه ولا سته ولا دراجه، باش الفرقه يكونوا فيها كل عام يزيدوا فيها جوج الفرقه. اذا كانت فرقه من حجم نادي الوداد البيضاوي تتوفر على ملعب سي الحاج باهي، لنتمنى تعطينا تصاور، يعني تتوفر على ملعب بجوده ارضيه كهاته وملعب واحد، يعني عرفتي هذه المعلمه شنو سميتها؟ العربي بن مبارك. تخسر الملايير في جلب مدربين اجانب وما تخسرش 60 مليون باش تصايب سانتيتيك هنايا، وتقدر تصايب ثلاثه الملاعب هنايا. راه انا دربت في هذا الملعب مع الرادي في الوداد، دخلتي لداخل وشتي الرشاشات ديالو ومشاكل ديالو كارثه، ولكن للامانه هما بصدد، يقولون بصدد اعطيو لقيصر ما لقيصر، الا مشيتي المركب ديال بن جلون شيء اخر، فيه ملاعب معشوشبه، فيه مركز تكوين، فيه رشات، فيه امور جيده، ولكن هؤلاء الاصل، هؤلاء ولكن هادو لان جاو بعاد على المركب، خص هذا الملعب تعطاه العنايه، واعتقد ان رسالة واضحة للسي أكرم اللي ما فاتئة يدعم الفئة الصغرى. نعم، يعني بما أنهم هم الأصل والأساس بالنسبة لكل فريق أو العماد لأي فريق، ولكن حال أفضل من حال. إذا كان الوداد والرجاء والجيش الملكي والمغرب التطواني يتوفرون على مدارس وعدد من الأندية ومراكز تكوين، هناك من لا يتوفر السي فؤاد الصحابي. كاين اللي ما عنده حتى حاجة. كيف يمكن أن نقول بأننا أمام جهوية رياضية موسعة إن صح التعبير؟ وعدد من الجهات لا تتوفر على مدارس التكوين. كاين السياسه الرياضيه كما قلتي، دار مركز التكوين في دفتر التحملات، اين نحن منها؟ هناك تهاون وتساهل، يصنف في الكاتيجوري. كاين ناس اللي ما عندهاش نهائيا الاثار ديال مركز التكوين. كاين ناس اللي عندها الباطمه بوحده ما فيها لا اثاث. اسم مركز تكوين. اسم مركز تكوين وبغن عليه المسائل من الجامعه. كاين ناس اللي ما كوناتش المدربين ديالو الاداره التقنيه لهذا الشيء. اعتقد انه كاين خلل كبير بالنسبه لمراكز التكوين في المغرب، وحنا في السنه الثانيه نتمنوا ان السنه الثالثه والرابعه نوصلوا على ان على الاقل واحد نصف من هذه الانديه يكون عندها مركز تكوين، لان هي القاعده، هي المستقبل. نعم، والان كيف يمكن ان نغذي البطوله الوطنيه، نغذي المنتخبات الوطنيه باسماء جيده؟ هل سنقتصر على المدارس التقليديه بحالاتها السيئه، الوداد او الرجاء او غير ذلك او الجيش، ولكنها تنجب بعض الاسماء، هل سنقتصر عليها فقط ام سنقتصر على استثناءات تخرج من 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 نواحي، من بوادي، من ارياف المملكه المغربيه، او تاتينا من المهجر مكونه اساسيه بعقليه اوروبيه لكي تمارس في القاره الافريقيه؟ قمت التناقض يعني. كلمتي لي على التكوين وعلى المؤطرين، شحال ديال الانديه كتصيفط المؤطرين ديالها لدورات تكوينيه داخل وخارج المغرب؟ على اصابع اليد. والان اللاعب كيوصل بلا بيرفورمانس انديفيديوال ديالو، من اربع سنين كيبرز لك لعاب. نعم. الرجاء دابا من قبل العرفة. من الحافظي دابا راه هذه 5 ولا 6 سنوات مع ايف شاي ومع عبد الرحمن سليماني في التكوين، فاش طلعت جينيراسيون فيها متولي وفيها بالاك وفيها ايد الحاج وسعد فتاح، خصنا ننتظروا 5 سنوات باش يجيو 4 اخرين ديال الرجاويين، علما بان البطوله ديالها داهم ليسبوار. الوداد كذلك، سكوما هو مشى من قاري، هو الوحيد اللي بقى، مشى دول يزال. باختصار السي فؤاد، خص الانديه تعاني من ازمات ماليه، شي امور الاجابه. نعم. راك قلتيها، خص تكون سياسه رياضيه. نعم. ويكون فرض ديال هاد المراكز تكوين، يكون تطوير، نتحدث عن ولا فورماسيون ديال لي زونترينور، وهاد الوليدات ياخذوا. نعم. ان اكزومبل كالكي من لاكاديمي، فيها اون فورماسيون كومبليت، التغذيه بالتمدرس ديالها بالصغيره بالكبيره. نمشيو الاكاديمي اللي نتحدث عن نموذج اخر وعن احترافيه اخرى تتمثل في التغذيه، ولكن قبل ذلك الوقت يداهمنا بصراحه. أين مسؤولية وزارة الشباب والرياضة؟ لأنه الآن مرافق عامة من حيث مراكز التكوين وغير ذلك، لما لا تبنى مثلا من طرف وزارة الشباب والرياضة وتمول منها، والشباب والرياضة اسمها وزارة الشباب والرياضة، تمول من طرفها ملاعب تؤجر ربما للأندية، مرافق أخرى خاصة بالمراكز الرياضية كما نشاهد الآن مدرسة الوداد ومدارس أخرى تمول من طرف وزارة الشباب والرياضة، لي يعني ولد في طفل في عمر الزهور في ملعب تلقى حصص تدريبيه في يومين او 3 ايام في الاسبوع، افضل ما يبقى في الزنقه. المراكز ديال الشباب والرياضه الاغلبيه الساحقه ديالها دخلت في عطاله دائمه. ماشي دور الشباب السي فؤاد، فرق. انا كنهضرك على مراكز ديال التكوين وديال الشباب. نعم. اللي كانت اول عندها انديه ديالها، عندها فئه صغرى ديالها، وكتنخرط من الفئه الصغرى ديالها. الان
قللت بواحد الصوره كثيره لدرجه ان كل شيء بغى يمشي للسيفيل يربح الفلوس. الناس ديال التعليم اللي كانوا خدامين في الملاعب الرياضيه في لايسيس في الجمعه والاربعاء وعندهم الحصص ما بقاوش، الناس ديال دار الشباب اللي كانوا كيخدموا ديال دور الشباب انقطعوا، والملاعب اللي دارت سياسه القرب ولات كتبنا فيها بنايات وما كاينش فرض على حتى السكن باش يكونوا ملاعب. اعتقد على انها كما جاء اللسان ديالك سياسه رياضيه خصها تكون ديال التكوين في البلاد وتساهم فيها وزاره التعليم الملاعب ديالها، وزاره الشباب الملاعب ديالها، والانديه والجامعات والعصب الملاعب ديالها، والا غادي نبقاو ما كنسميوش الاسئله بالمسميات ديالها، وبالتالي ننتظر استثناءات غير موجوده. وصلنا الان.